الايكويشنز السته راح يكونوا راح ناخذ اول ايكويشن. اول ايكويشن ايش بتقول؟ ثيتا اوف زيرو بتساوي ثيتا اي ثيتا انيشال. فبتصير عندي هلا ثيتا اوف زيرو بتساوي ثيتا اي. مش راح يطلع معي غير وهذول كان هم زيرو 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 زائد واحد في اف. وبعدين ثيتا فاينل اللي هي كابيتال اي تساوي ثيتا فاينل اللي هي رقم معروف ايش راح يكون محطوط فيه؟ كله. بدي هون بدي اعوض محل تي كيوبيك تي مش هيك؟ فصارت هاي كانها تي. يعني هون شوف شو راح اعمل، راح اجهز هاي كانهم مطلوبين ب اف. بعرف شو تبينش معي على الكاميرا بس هي هاي هيك. فهذه راح اخذها زي ما هي واضربها، فراح الواحد تنضرب ب اف. الثاني راح تنضرب هلا هاي تي تو ذا 5 راح تنضرب في A زائد تي تو ذا 4 راح تنضرب في B تي كيوب تي سكوير تي 0 1 ولا 0 1 مش هيك؟ راح يصير مضبوط 1 مش هيك؟ واحد فهذول كلهم راح ياخذوا ينضربوا هون. ناخذ الثاني الان، هذا راح يصير عندي ثيتا، هذول كلهم راح يساووا 0 مش هيك؟ ثيتا انيشال وثيتا فاينل. ثيتا دوت 0 بتساوي 0 وتساوي. هلا لاحظوا هذول راح يصيروا الماتريكس هاي مش هيك؟ 1 2 3 4 اللي هم 0 0 0 0. هلا هاي شو راح تطلع معي؟ راح نعوض الان هون 0 فراح تروح هاي 0 0 0 0 راح يضل معي بس اللي مضروب فيه، بس اللي مضروب فيه قبل الواحد قبل الاخير بواحد. وهاي راح تعطيني، راح اعوض هون تي تو ذا 4 راح تصير اللي مضروب في A هو 5 تي تو ذا 4 واللي مضروب في B هو 4 تي كيوب 3 تي سكوير 2 دي تي. وبعدين عندي هون 1 مش هيك وهون 0 لانه 1 مضروب في مش هيك و0 مضروب في F 2 تي 2 تي صحيح بدون تي. وبعدين عندي اخر واحدة لما باخذ راح اعوض زيروز راح تكون عندي 0 0 0 و2 دي 0 0 0 و2 مضروبة في دي 0 وبعدين 0 0. وبعدين لما بعوض الان كابيتال تي كابيتال تي بصير عندي 20 تي كيوب 12 تي سكوير 6 تي 2 هاي صار عندي المعادلة، هاي الماتريكس النهائي، هاي الماتريكس اللي بتهمني من هون. هل تي معروف؟ هل ثيتا اي معروفة وثيتا اف معروفين؟ ولكن اي تو ذا اف مجهولين، إذا إيش بدي أعمل بهاي الماتريكس؟ أطلع الانفرس وأضربها في القيم اللي موجودة هون. إيش الغلط؟ 6 6 مضبوط. مضبوط هيك صارت؟ وطبعا هاي راح تصير ماتريكس من هون. هاي راح ادخلها الان راح ندخلها في الماتلاب.